الحمد لله على السلامة. مراته وعيالي فين؟ مراته وعيالي اللي كانوا معايا في الحادثة. بنتك كويسة. ابنه وسيف ومراته وابني فين؟ ربنا يرحمهم ويحسن اليهم. قول اهدى. ربنا يرحمهم. شد حيلك. يا لوكا اهدى. يا سيف هنا يا دكتور. 10 مللي جرام فالين. الابنة يا الابنة. مراته وابني يا دكتور. مراته وابني ماتوا. الابنة يا لوردا. مالك فيه؟ رضوان، رضوان عمل حادثة بالعربية ومراته ماتوا. صح يا فتحي، أنت مش بتتكلم غلط ولا حاجة. الحوار ده لازم يخلصوا في المستشفى وبالعقل، وفعلا محدش هيشك في موته. واحد لسه خارج من حادثة وقايم من العمليات. طب والبيت؟ البيت ملهاش لازمة في الكوتشينة يا عمري، بتتاكل ما بتاكلش. اخلص من الواد ابن الجزمة الأول، هو اللي بيقش، وسيب حوار البيت للآخر. سهلة محلولة ملهاش خربوش. وبعدين ده لو فاق وعرف هتبقى نايبة، ومش هتخلص غير وهي متزفرة وفي كتير. عندك حق، أنا هحاول أخلص منه هنا في المستشفى بالعقل من غير ما أي حد ياخد باله. يلا، كان مكتوب له يتوجع عليهم قبل ما يحصلوا.